إذن هدفنا الآن نعمل linearization لهذا البلوك. أنا في عندي بلوك الآن اللي هو 6 pulse controlled rectifier بدخل له الآن ألفا، والرينج تبع ألفا من 0 ل 90. إحنا حكينا بعدين رح يصير من 0 ل 180 رح يعطيني نيجاتيف فولتج، بس هلا رح أتركه هذا الشغل. وهون عندي رح يطلع معي في افريج، في اوتبوت افريج. بدنا نحط بلوك، وهي العلاقه هلا بينهم في اوتبوت از ا فانكشن اوف الفا افريج. ولاحظوا حطيت انا افريج لاني اهملت الريبل. على فكره الريبل في انرجي، في اي سي انرجي، بس انا اهملتها، انا باخذ الدي سي، الافريج دي سي. هلا هذا بيساوي 3 جذر 3 على باي في في فيز بيك مضروب في كوساين الفا. هلا بدنا نحط احنا بلوك جديد هون. البلوك الجديد هذا راح هون يدخل له سميه، خلينا نسميها ار انبوت، وار راح تكون هي الاوتبوت تبع الكنترولر. بنسميها اي كمان بالايرور يعني. اي ما هو انا بديش احطها اي، لان هي مش الايرور، لانه الايرور راح اعمل له بروسيسنج في الكنترولر. اوكي يعني انا لسه يعني لو حطيت الايرور مباشره صار كانه عندي فيش كنترولر او الكنترولر البسيط. هلا هذا الرينج تبعه راح يكون راح يترا او الفاريبلز الفاليوز تبعونه راح يتراوح من 0 ل 1. وصار هلا هذا هون اللي بيعمل، اذا نستعمل تعبير عبد الله هون نعمل ماكينج او ترانسفورميشن، بحيث انه هلا بدي لما الفاريبل ار ار انبوت يكون 0 بدي الفا تكون 90، ولما ار انبوت يساوي يكون 1 بدي الفا تساوي 0. هذا ببساطه طبعا راح تلاقوا انه ايش؟ ساين كاني عمالي لا مش هو الكوساين، مش هو نفس الكوساين، عم بلغي الكوساين اللي موجود هون. مظبوط؟ يعني راح تصير عندي هلا الفا بتساوي ار انبوت على كوساين الفا، مش هيك؟ مظبوط؟ او تريد كوساين انفرس؟ لا كوساين انفرس صح، كوساين انفرس مش واحد على كوساين، احسنت. اوكي اذا بتصير عندي هلا الاوتبوت من هون بيساوي كوساين انفرس ار انبوت بس، مش هيك؟ هذا هو كل اللي عندنا بس، فلغينا احنا الاثر تبع كوساين الفا من هون. صار عندي هلا المابينج للفانكشن كلها من هون، يعني كل اللي بدي اعمله الان بدي اخذ ار انبوت، هاي راح تصير عباره عن ار انبوت من هون كوساين ماينس 1 ار انبوت بس، او ار كوساين حسب ايش الفانكشن مسميه، اور ار كوساين ار انبوت رح تعطيني هذا الاوتبوت. هاي رح نحط حواليها كلها بلوك، وصارت العلاقه الان ما بين ار انبوت من 0 ل 1، وهاي اللي هي رح تكون 3 جذر 3 على باي في في بيك اللي هي الفيز فيز فولتج. هاي العلاقة. اوكي اذا كل اللي بنعمله في السيميليك راح نحط هون كوساين ماينس 1 ار انبوت، راح نحطها قبل ال 6 بلس ريكتيفاير. صارت عندي الانبوت هون ار انبوت وفي اوتبوت. هلا نفكر فيها هذا كبلوك وين راح يجي عندي في الكنترول سيستم كله ككل. عندنا الدي سي موتور. هلا ايش راح يدخل للدي سي موتور وايش راح يكون كونستنت؟ الفيلد راح يكون كونستنت. اذا احنا راح نفترض انه الفيلد ما راح اغير شيء فيه، اذا بدك تدخل له انبوت دخل له انبوت وثبتهم مثلا، هي عندي هون في فيلد، لكن راح يتغير عندي ايش هو؟ الارمشر فولتج. ايش راح يطلع معي من الدي سي موتور؟ سبيد مثلا. بس اللي بهمني هون في كدرايف سيستم تورك، يعني كانه التورك هو صار الاوتبوت. مظبوط؟ فصار عندي الان التورك هذا الافرج اوتبوت، راح اسميه الكترو ماجنتيك تورك. هذا هون الاوتبوت عندنا. هلا في اي راح تيجي من ال 6 بلس ريكتيفاير كبلوك كامل، وراح يدخل لها هون ار انبوت. هاي هلا مكونه من جزئين اللي هي كوساين ماينس 1 ار انبوت، وبعدها 6 بلس كنترول ريكتيفاير. مظبوط؟ هلا شوفوا هذا شو صار الجهاز. صار عندي هون جهاز بعطيني تورك، التورك هذا بتحكم فيه بدلاله مين؟ ار، بدلاله ار انبوت اللي موجوده عن طريق الكنترولر عن طريق الايرور. تمام. واذا بتتذكروا الكيرفز اللي رسمتوها تبعت الدي سي موتور،
أنا عم بغير الكيرف هذا مزبوط بتغيير الفولتج الاوتبوت افريج فولتج اللي عمله بيطلع معي هون عن طريق ار انبوت. هلا هاي بدنا نكمل اللوب. ار بدها تكون الاوتبوت لمين؟ كنترول للكنترولر. هون كنترولر بتستعمل كنترول اللي بدك اياه. بتستعمل ايش؟ بي زي. بتستعمل بي اي، بتستعمل بي دي، بتستعمل بي اي دي، بتستعمل فازي، بستعمل اللي بدي اياه. الانبوت ايش رح يكون للكنترولر؟ ايرور. يعني هلا احيانا بدخلوا الديريفيتيف تبع الايرور واحيانا بيشتقوه في الداخل، بس احنا بشكل عام رح نفترض انه عندي الانبوت هون. ابسط شكل من الاشكال هاي شو رح استخدم؟ كابسط شكل فيش عندي تو لوبس، وان لوب رح استخدم. هذا التورك هلا وين رح يدخل؟ على اي سيستم؟ التورك على ايش رح احطه؟ روتيشن على الميكانيكال لود اللي رسمناه. فهذا عندي هون روتيشنال ميكانيكال لود رح يطلع منه اوميجا از ا فانكشن. اذا كان هالسرعه اللي بدي اتحكم فيها مش البوزيشن، هلا ممكن يكون البوزيشن اللي بدي اتحكم فيه. لو فرضت هلا هذه هون اوميجا قديش بدي اقارن الان؟ ديزاين اوميجا ديزاين، وهي اوميجا اكشوال، وهي هاي البلوكس. طبعا لسه في اشياء كثيره لازم نضيفها بعدين، بس هذا البلوك الاساسي صار. طبعا هذا سنجل انبوت سنجل اوتبوت، نتحكم بالسرعه. في عندي سرعه ديزايرد، قارنت السرعه الديزايرد بالسرعه الاكشوال، طلع معي ايرور بالسرعه. الايرور بالسرعه دخلته على الكنترولر بي PI PD PID lead compensator lag compensator اللي بدك اياه هون، اي نوع من الكنترولر نيورال نتورك كنترولر. اعطتني هون هي هذا الكنترول فاريبل احنا سميناه R input، وهذا بعدين دخلناه على 6.55. فسمح لي هذا اني اغير من الفاريبل الكنترول فاريبل لفولتج، من الفولتج لتورك، بعدين التورك طبقته على البلانت هاي وطلع معي. دكتور كان بدنا نعمل كنترول على التورك اصلا، طالع من دي سي موتور مباشره، ان كان ناخذ